الحمد لله والشكر. استجادتنا على قدم وساق قائمة من الغد من الأمس، نحاول نكون عند حسن ظن الإدارة والقائد التدريب والجمهور، أن نظهر بصورة مشرفة تشرف نادي الشرطة، ونكون عند حسن ظن الجميع، وأن نبذل خلالها عطائنا وطموحنا اللي منشود من خلال الوزارة التدريبية. نحاول نكون على حسب ظن كل متابع ان ننافس على لقب الدوري ان شاء الله.